السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن لما نتكلم على حاجات داخل عدن مثلا ونتكلم على مطعم معين، بنك معين، مش معناته انه في حد ثاني دفع لي ولا في حد دفع لي عشان اطلع اتكلم عليه او اتكلم له. تمام، هذه خلوها ببالكم، لانه انا ما عدناش محتاج انه حد يدفع لي من داخل عدن تحديدا. انا قد الاخوان يعني ما يقصرش. المهم، هذه الايام اشوف منشورات يجيبوا لك سعر الفاتورة، يقول لك دخلت المطعم اكلت واحد فول واحد سلط واحد مي 30,000 ريال، بالله عليكم هذا يرضي من؟ طيب في حاجة يا صديقي العزيز، برغم انهم هم اصدقاء عزيزين علي والذي نزلوا هذه المنشورات، انا مختلف معكم من هذه الناحية. انت لما تدخل مطعم في حاجة اسمه منيو، ها؟ افتح المنيو شوف الاسعار، ما في بوش اسعار، في منيو كده يشيل طماك، ها؟ تعال صيح المباشر، قول له مباشر تعال بكم الفول؟ بيقول له 15,000 ريال، قول له شكرا كتر الله الف خيرك، انا بروح اكل عند عبد الحق كذا. مش تروح تطلب وجبه وتاكلوا وتسووا العزومه وتشبعوا بعدين تروح لعند الكاشير تنصدم. ليش السعر هكذا؟ اذا ما عجبك السعر لا تاكلش وتروح تغسل، لا تخش تغسل، لا تاكلش روح اكل اي مطعم ثاني. هذه الاسعار يعني قضوا مسجلين الاسعارهم، ما عجبكش اكله يا اخي، ما عجبك سعره، ما عجبكش اكله، من حقك تتكلم لانك ايش دافع فلوس. هذه نحن كلنا نتكلم في بيت، ويا كم مرات نزلنا صور وجبات تكون رمه، الدقيق في بيت مسويت قليل، الشرس هكذا معطوف كانه بصل، نتكلم نقول لا، لانك ليش؟ لانك دافع فلوس. ونتكلم على سوء الوجبه او سوء طباخته او سوء النظافه، لكن انك تاكل وتشبع وتنبسط وكل شيء بعدين تروح لعند الكاشير تتفاجئ بالسعر، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي المؤمنين ولا الملائكة ولا أي حد في الكرة الأرضية. شوف المينيو قبل ما تأكل. في مطاعم ثانية بديلة، أنا لما كنت داخل عدن في كان مطعم ريم، لما كان معي فلوس ومزلط وهكذا، كان الصحن الشاورما ب 700 ريال تذكر، طبعا أنا أتكلم على أسعار سابقة 2018 هكذا، تمام حد زعل يعني. كان الصحن الشاورما ب 800 ريال، يعني أنا كنت أشوف 800 كانت 800، يعني نتكلم على مبلغ صحن شاورما، بس انا ما كانش معي 800، كان معي 300. كنت اروح مطعم السكران الذي جنب بولين بكريتر عند جول الزكوم، اروح اكل لي ب 300 واحد ميكس، اقول له ميكس يعطينا قليل دقه على قليل كبده على كده، مع اثنين روتي ومع واحد شاهي ملبن، يا سلام انبسط اخر انبساط. مش ادخل بال 300 حقي الى مطعم ريم وانا ادري انه صحن الشاورما ب 800 واقوم اطلب بعدين اصور الفاتوره اقول لهم شوفوا صحن الشاورما هذا 800. ما يقعش، ما يقعش عزيزي، إلا إذا الوجبة سيئة، هنا كنا نحن نتكلم من حق صاحب مطعم إنه يعدل، لكن الأسعار كل مطعم يسوي السعر الذي يشتهيه. هذا أنا أشوفه كذا من وجهة نظري، لا تقولوا تقولوا لي لا في وزارة الصناعة، في وزارة التجارة، مدري إيش، هم اللي لازم يتقصوا الأسعار. يا أخي أنا زي صاحب محل، واحد معه هذا الشميز ب 300، ب 500، ب 1000، الثاني يبيع الشميز هذا نفسه بكل شيء، نفس المصنع أنا وهو نشتري، يبيعون 30,000، هو حر. هو حر بسعره. وانت حر بقرارك تشتري ما تشتريش. الصدق، نحن ما نتكلمش على مثلا بقاله مواد غذائيه بحيث انه حاجه ضروريه اساسيه، بحيث انه واحد يبيع الزبادي مثلا ب 200 وواحد يبيع الزبادي ب 500، هنا لا، هذا سارة. ليش؟ لانه هذه مواد غذائيه، لكن كصاحب مطعم انا حر يا اخي، ابيع بكم اشتري. وهذا مش معنى انا اصحاب مطاعم، لكن شوف المنيو، شوف المنيو قبل ما تاكل، شوف السعر، ما خارجكش روح عند عبد الحق. السلام عليكم ورحمه الله.